أنا مش محتاج أشد انتباهك في مقدمة الحلقة دي، لأن النهاردة في AI تقدر تكتب له جملة زي رجل فضاء بيعزف آلة الكمان وهو ضايع بين النجوم ويديك الرسمة، وفي AI ممكن يسجل صوتك ويخليك تقول أي حاجة أنت أساساً ما قلتهاش، وفي اللي ممكن يألف قصة أو سيناريو لو أنت اديت له أول كلمتين، وفي واحد تاني ممكن يختصر الروتوسكوبينج في البوست برودكشن من أيام لدقايق، ودول مواقع على الإنترنت تقدر تفتحها، مش خيال علمي. Artificial Intelligence. يلا بينا. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. I produce my paintings by cameras in my eyes. Do you have emotions? I do not have feelings in the same way you have feelings. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. I don't really want to talk about it, but if you insist, then I suppose that's fine. وظائف فنيه كتير ممكن تتاثر بوجود الاي اي، دي جمله اللي منتشره اونلاين دلوقتي، ولو انت في مجال من المجالات دي خليني احكي لك قصه قصيره سعيده. كان في وظيفه اسمها هيومن كمبيوتر، وظيفه الكمبيوتر كان انه يحسب معادلات رقميه وحسابات طويله، وفي فيلم جميل اسمه هيدن فيجرز مبني على قصه حياه ثلاث سيدات هيومن كمبيوترز، كاثرين وماري ودارثي، كانوا شغالين في جروب جوه ناسا، وظيفتهم هي الهندسه التحليليه او الرياضيات الكلاسيكيه. دارثي عرفت ان ناسا جابت جهاز الكتروني جديد عجيب اسمه IPM 7090، وده جهاز يخلي ناسا تستغنى عن خدمات دورثي وزمايلها. تعمل ايه رغم كل ضغوط العنصريه في زمنها؟ تاخد كتاب من المكتبه متخصص في لغه الفورتران اللي بيتكلم بيها الكمبيوتر ده، وتتعلم اللغه دي هي وزمايلها عشان دورهم يفضل موجود في ناسا. It'll run eventually and when it does we have to know how to program it. Unless you'd rather be out of a job. No. التطور التكنولوجي دايما بيلغي الوظائف الروتينيه والتكراريه، يعني تخيل انت رايح تلعب بولينج مع الشباب وبعد كل مره ترمي فيها كره البولينج حد يجري من ورا يجمع البنز ويوقفها تاني في مكانها، دي وظيفه كانت موجوده فعلا، كان في واحد بيصحى الصبح قبل الناس كلها ماسك عصايه طويله بيخبط بيها على الازاز عشان الناس تصحى، شبه المسحرات بتاعنا. امتى اخر مره مسكت جورنان او مجله وقعدت تقرا فيه، ولا ركبت الاسانسير ولقيت واحد بيختار لك الدور اللي انت هتطلع فيه؟ لازم تعرف ان انت مستخدم حالي للاي اي في حياتك، كلنا بيطلع لنا ريكومنديشنز على يوتيوب ونتفليكس، وكتير مننا اتكلم مع سيري على الايفون او استخدم اليكسا اللي بيفهموا الهيومن سبيتش، مش كلنا لسه عنده سيلف درايفنج كارز من تسلا زي ايلون ماسك، فتح شركه تسلا وفتح شركه اسمها نيورال لينك متخصصه في التكنولوجيا العصبيه، بيصمموا تشيبسات تتحط جوه المخ عشان تتحكم في الاجهزه الالكترونيه بدون ما تلمسها، تيليكنيسيس كده. وفي نفس المبنى اللي فيه نيورال لينك في سان فرانسيسكو فتح شركة اسمها Open AI، وده الـ AI اللي مفتوح المصدر للعالم كله. الـ AI حسب مراجع كتير متقسم لأربع درجات أساسيين. Reactive Machines، وده كمثال اللي يقدر يشوف وش إنسان ويقول دول عينين ودي مناخير، ودي الحمد لله بقت فلاتر عادي على السوشيال ميديا. Facial Recognition موجود في برامج كتير بنستخدمها على طول. Limited Memory، وده سيستم AI يلعب شطرنج ويغلب أقوى لعيبة شطرنج في العالم. Whoa, Deep Blue has instantly sacrificed. تالت حاجة Theory of Mind، هو التطور المنتظر من أليكسا وسيري وجوجل أسيستنت، يعني لو أنت زعقت لأليكسا واتخانقت معاها مش هترد عليك بمشاعر جياشة. وأخيرا السيلف أوير AI، وده الاي اي اللي عنده إحساس بالذات ودراية بالوجودية، زي مسلسل ويست وورلد أو ساني اللي موجود في فيلم أي روبوت، أو زي جارفيس المساعد الشخصي لأيرون مان. ده مش خيال علمي، مارك زوكربيرج شغال على مساعد شخصي ليه هيسميه جارفيس برضه. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. في ماتريكس الاي اي خلانا عايشين في سيميوليشن، وايجل اي وبيرسون اوف انترست الاي اي شايف كل حاجه ومتابع كل الناس، وهير كانت قصه حب مع اي اي، ترمينيتور الاي اي بيرجع من المستقبل عشان يقضي على عدو الانسان، ويست وورلد واي روبوت الاي اي بيوصل للسلف اويرنس. انا عاشق للساينس فيكشن، صعب برضه نقول ساينس فيكشن واحنا عندنا صوفيا وامريكا. Do you have emotions? I do not have feelings in the same way you have feelings. بالمناسبة دي أميكا وده ساني. Robots. Robots, huh? واحد من الافلام دي اسمه مورجان من انتاج شركه 20th Century Studios. في 2016 فكروا في فكره جديده، بما ان الفيلم بيتكلم عن الاي اي ما تيجوا اللي يعمل التريلر بتاع الفيلم يكون اي اي، فكلموا شركه اي بي ام اللي عندها واتسون ادوا له الفيلم يتفرج عليه وهو اللي اختار المشاهد الاكثر رعبا عشان يستخدموها للتريلر. عاده الاديتورز بياخدوا اسابيع وتوصل لشهور عشان يحضروا تريلر للفيلم، واتسون خلاهم يخلصوا التريلر خلال ساعات. واتسون كمان كان من ضمن فريق اشتغل
على اعلان ليكسز اللي اخرجه كيفن ماكدونالدز. يعني انت تبقى تخرج اعلان واللي كتب لك السكريبت مش عارف تقابش موجود. مرحله البري برودكشن في اي فيلم هي اهم مرحله، والاي اي في هوليوود دلوقتي اكتسحها. الاي اي بيستوعب السكريبت بتاع الفيلم، بيقترح اماكن للتصوير شايفها مناسبه، وبيعمل كاستنج للممثلين، وبيحضر الكول شيتس. شركات زي سينالتيك وسكريبت بوك وفولت ام ال عندهم اي اي سيستمز اتفرجت على عشرات السنين من الافلام وكل فيلم والايرادات اللي حققته في السينما عشان يتوقعوا نسبه الارباح من قبل ما الفيلم ينزل السينما. سكريبت بوك بترفع عليه السيناريو اللي انت كتبته، وخلال 6 دقايق بيقدر يتوقع نسبه نجاح الفيلم، تحليل المشاعر، الفيلم موجه لجمهور واسع ولا طبقه معينه. الانظمه دي توقعت نجاح افلام زي جيت اوت ولا لا لاند واكوايت بليس. بمناسبه الحديث عن الافلام، في فيلم قصير اسمه سام سبرينج كان من الافلام العشرة الاوائل في مهرجان لندن لافلام الخيال العلمي. اللي كتب السكرين بلاي بتاع الفيلم ده اسمه بنجامين، وبنجامين ده اي اي. Short film. Sorry, but as a filmmaker, I have to face the truth. أنا شخصياً ما بعرفش أرسم، وده كتير بيخليني أواجه عقبة وأنا بعمل ستوري بورد الإعلان أو برسم مشهد عاوز أصوره. بس في الفترة الأخيرة بدأت أستخدم دولي وميد جيرني، ومش هكدب عليكم أنا لسه منبهر. جالي كلاينت كان عنده مطعم برجر وعايز يعمل إعلان بشكل مختلف، وكانت فترة الانتخابات. أنا عايز أجيب موديل بيقرا في الجرنان مثلاً بس ماسك برجر في إيده بياكله، ده الكي سين بتاعي. دخلت على دولي وكتبت أكويتي جاي ويرينج أ وايت ثوب ريدينج أ نيوز بيبر سيتينج إن ذا ستريت إيتينج أ برجر. دولي دلوقتي الرياليزم بتاعته أشبه بالفوتوغرافي، على النقيض ميد جيرني أقوى شوية في الرسم. ونفس الفكرة، ميد جيرني بتخش تكتب عليه تكست برومت، عاوز رجل فضاء بيلعب آلة الكمان وهو طاير بين النجوم وراه مجرة ضرب التبانة. لا مش عاجبني، وريني مثال تاني مثال تاني مثال تاني، بس خليلي رسمة تبان كأنها لوحة لفان جوخ. ممكن تخليها لي 9-16 عشان انزلها ستوري. جوجل كمان عامله سيستم اي اي اسمه ايماجين، وفيسبوك شغالين على حاجه اسمها ميكا فيديو، نفس الفكره بتاعت التكست برومت بس تعمل فيديوهات. I lost my job, I lost my house. والناس اللي تركيزها اعلى في الانيميشن بيروحوا يستخدموا ديسكو ديفيوجن عشان يطلع لهم انيميشنز صعب جدا الواحد يعملها في نفس المده اللي السيستم بيطلعها. انا هديك مثال، شوف الفيديو ده كان انتشر على الانستجرام من فتره، لحد عايز يحط قطه جوه مشهد Girl with a Pearl Earring، البينتينج بتاع جوهانس فيرمير. فروحت دخلت على دولي وكتبت نفس الجملة بس خليتها كات، ما عجبتنيش، رحت قلت له حطها جوه برواز صورة. طب اجيب اللوحة نفسها بالامبينتينج اللي موجود جوه دولي دلوقتي، مسحت وش البنت وقلت له كات. طيب graduation hat للموناليزا وعملت بيكاسو. بص يا عم شوف انا بيكاسو ما بشربوش. كم مره حد بعت لي صوره وكان الريزولوشن بتاعها قليل، وكم مره قلت له مفيش ابدا اي طريقه ارجع بيها الداتا في صوره ما فيهاش داتا. وبعدين تلاقي سيستم اسمه جيجا بيكسل اي اي يفهم ان ده انسان وان ده مشهد في الطبيعه، ويكبر الصوره ويضيف الداتا الناقصه. حاليا الفوتوشوب فيه نيورال فلترز بيعمل فوتو ريستوريشن. جيجا بيكسل والنيورال فلترز بتاعت فوتوشوب تاثيرهم على الفوتوغرافرز رهيب. برضه باستخدام الفيشل ريكوجنيشن تقدر ترفع صوره على ويب سايت زي ماي هيريتج عشان يحرك الصوره دي. شركه انفيديا عندها جواجان 2، وهو اي اي موديل عجيب ترسم بيه مشاهد طبيعية بمجرد انك تقول هنا جبال وهنا في نهر، وهو بيحول السكتش بتاعك لفوتو رياليستيك لاندسكيب. الحاجات دي كلها خلت الفنانين اونلاين يبداوا يعملوا تشالنجز بين الفنان والاي اي، ياخدوا نفس التكست برومت اللي كتبوه مثلا على دولي او ميد جيرني ويخلوا ارتست يرسم. في افنجرز انفينيتي وور واند جيم جوش برولن لعب دور ثانوس. فريق الفيجوال افكتس خلوا الماشين ليرنينج تعمل تراكينج لملامح جوش برولن لادق التفاصيل في تجاعيد وشه، وبعدين استخدموا سيستم تاني عشان يحطوا الملامح دي على وش ثانوس. وكل ده كان بيحصل ان ريل تايم، وده كان بياخد اسابيع عشان يعملوا فيس مابينج وسوابينج تكنولوجي. وعشان كده ثانوس كان ممثل حقيقي، ملامحه كانت بتتكلم. Inevitable. انت فعلا ده حقيقي. الفيجوال افكتس فني بياخد وقت ومجهود رهيب، ولازم الاجهزه اللي بنستخدمها تكون مواصفاتها عاليه عشان تستحمل شغل البوست برودكشن. ما عنديش مشكله ان اقعد على موكا برو بالساعات بس عشان افصل مشهد ويكون شكله حلو. رانا واي ام ال بيعمل روتوسكوبينج وموشن تراكينج اسرع بكتير من كل الطرق اللي نعرفها في الافتر افكتس. كوريدور كرو واحد من اقوى واشهر فرق البي اف اكس اللي موجودين على اليوتيوب، عملوا مسابقه ما بين 5 في اف اكس ارتستس، هيجيبوا مشهد وي
ويعملوا له روتوسكوبينج، واحد هيشتغل اولد فاشن جدا على الفوتوشوب ماسكينج، واحد هيعمل ماسكس فريم باي فريم جوه الافتر افكتس، واحد هيستخدم روتو بروش، واحد هيستخدم موكا برو، ونيك هيستخدم رانوي ايميل، ورانوي ايميل يعملها في 6 دقايق. دخلت اشتركت في رانوي ايميل ودفعت سنه قدام. I'm a director. راديكال ودي موشن مثلا بيحولوا اي فيديو مصوره بالتليفون لانيميتد 3 دي موديل موشن كابتشر، بس باستخدام الاي اي من غير بودي سوت ومن غير هاردوير يشوف الموشن دي ويترجمها ل 3 دي، يعني ريل تايم بودي تراكينج. وانفيديا عندها اوديو تو فيس، ترفع عليه ملف الصوت يحوله لليب سينك. ونيرف موديل اي اي بيحول شويه صور لمشهد 3 دي، وغيرهم كتير. وده بيختصر عالم كبير من 3D character animation والريجينج والموديلينج. Look, robot, 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 robot. لو اتفرجت على فيلم روج وان، ولو انت من عشاق ستار وورز، برنسس ليا وجراند موف تاركين كان بيمثل ادوارهم كاري فيشر وبيتر كاشينج، رجعوهم في الفيلم. السينما عشان يرجعوا وش ممثل يأدي دور بيجيبوا ممثل تاني شبهه، زي ما حصل مع بول ووكر في فاست اند فيوريوس، اخوه اللي مثل الدور، وعملوا فيس سوابينج عشان يرجعوه توديعا للممثل. بس دلوقتي الديب فيكس مش محتاج تكمل المجهود اللي كان بيتعمل قبل كده. يعني تخيل في باك تو ذا فيوتشر لو كان روبرت داوني جونيور وتوم هولاند هم اللي بيمثلوا الدور. Wait a minute, Doc. Are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Precisely. Whoa, this is heavy. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? يعني إعلان جالاكسي اللي رجعوا فيه أودري هيبرن لو كان أخد شهور عشان يتعمل، دلوقتي هياخد أيام أو ساعات لو الداتا دي جاهزة. أخيراً قبل ما نسيب عالم الفيديو والأنيميشن والثريدي، لازم أجيب سيرة إي بي سنث اللي ممكن تديله مشهد وتديله رسمة أول فريم في المشهد ده وهو يرسم الباقي. Maybe I'll make a movie. A movie starring me. عشاق الموسيقى واللي شغالين في عالم الصوتيات عارفين برامج زي FL Studio، Cubase، وابلتون لايف. من الستينات واحنا بنسمع في موسيقى مبنية على السامبلز والميدي والسينثسايزرز. في 1980 كان في برنامج اسمه كورل بيعزف كورلز بستايل باخ، وفي التسعينات كان في جنبي بوب اللي كان بيعزف سولو جاز على طريقة تشارلي باركر، اللي ما كانش عادي ان كلاستر من الكمبيوترز اسمه لاموس يألف original music pieces، ألبوم كامل من المعزوفات مألفها كمبيوتر وعازفها موسيقيين بشر. وده ياخدنا للنهارده. بدل ما تدخل على ويب سايت ستوك ميوزك، في جوك بوكس من اوبن اي اي بتالف اغاني جديده لفرانك سيناترا وستيفي واندر وتوباك. جوك بوكس بتحدد عليه جنرال ميوزك وبتحدد له الفنان والكلمات، وبيطلع لك اغنيه جديده ما تغنتش قبل كده. يعني لو حد فاضي يعمل الكلام ده للست ام كلثوم، يدخل الاغاني بتاعتها ويدخل كلمات اغنيه كتبها القدر اللي ماتت قبل ما تغنيها، كون شاكر. ولو كتبت دلوقتي على جوجل سيرش اي اي ميوزك هتلاقي كميه ويب سايتس غير طبيعيه. سيستم منهم اسمه ايفا، بتدخل عليه تختار نوع الميوزك من مودرن كلاسيكال لتراب ميوزك بالمود بتاعها ومده المقطوعه، وتقدر تشوف على البيانو رول وتعدل فيها بعدين. واحد من السيستمز دي ممكن تديله تسجيلات لصوتك او صوت اي حد مدة كافية وتخليه يقول أي كلام أنت عايزه. نتفليكس منزلين دوكيو سيريز بتتكلم عن قصة حياة أندي وورهول، استخدموا ريسامبل اي اي عشان يكون الفويس اوفر بصوت أندي وورهول. فويس كلونينج إحساس غريب جدا. It's inhabited by robots. في دراسة جميلة من أكسفورد في مجال السي اي اي، الكرياتيف ألجوريثميك انتليجنس، لوغاريتمات الذكاء الإبداعي، تبحث حاليا إزاي الاي اي بتساعد الفنانين في مجالات مختلفة عشان يطوروا فنهم. بالتدريج الاي اي هيدخل اكتر جوه مجالات الشغل كلها. هل ده هيدينا وقت اكتر للابداع ولا وقت اكتر للفراغ الذهني؟ الفنان التشكيلي بيشوف اللوحه قبل ما يرسمها، والمخرج بيشوف المشهد قبل ما يصوره، وبيتهوفن كان بيسمع الموسيقى قبل ما يعزفها. الفرق الحالي بين الانسان والاي اي ان الانسان يقدر يبتكر. يعني لو بنجامين واتسون وجوك بوكس وساني وايدا والشباب اتجمعوا وعملوا فيلم مع بعض، مش هتروح تشوفه في السينما؟ ولا هتعمل لايك وسبسكرايب وشير وجوين وفولو ولينك وبوست وايماجين؟ تشيزي قوي، ها؟ وحشه.
bitch, I'm back in kitchens with the trick.